هذا المنشور توضيح المتابعيني، ربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد وأصدقائي الإعزاز. هذا توضيح لخاطركم، نشرت منشور سبيت بي وتجاوزت على شخص تجاوز علي، سبني وسب أمي وأبوي. أنا دول الشخصين أمي وأبوي أجيب لهم بس رحمة الوالدين، ما أريدهم ينسبون وينسبون بدون سبب. أنا حميد الأعرج أتحدى أمام أنظار الناس إذا متجاوز على واحد، إذا متحرش لواحد، إذا واحد عنده دليل علي أنا حاضر بالفكة مال العلماء بنص النص، بس مال تتجاوز علي وعلى أهلي ناس موته بدون دليل وبدون ما متجاوز عليه وبدون لا واثق وبدون لا قاثق، فقدت أعصابي. دائما الناس تنشر زين، وهذا الشخص ولا أمون العراق، مو عراقي هو، صح ساكن هنا بالعراق بس ولا أمون العراق ويغوج من العراق وود العراق يحترق كله، ومنافق وعلي سمعة والله العظيم بخسة ومنحطة وجايفة. تجاوز عليه سبني وسبها لناس موته، أنا ما أعرف أتجاوز، وقسما برب الكعبة ما ودي اللي أأذي لي نملة. لا يوم قلت أنا متظاهر، لا يوم قلت أنا تشريني، لا يوم قلت أنا بحزب، لا يوم قلت، لا يوم قطعت لي شارع، لا يوم حرقت لي تاير، لا يوم سديت لي دائرة، لا يوم وقفت لي مشروع. يعرفون من اللي يسد الدوائر ومن اللي يوقف المشاريع، يرجعون على هذا العري المسكين. رجال أنا صح عندي شريحة وهي شريحة المعوقين، أنا من قمت اليوم أدافع عنها، وكل مظلوم أنا أساند وأقف وياه، لا مأذي ولا رايح ولا معارض لواحد. ترب السيد نزل عليه نزل قصر زين، انت هسه سيد احترم سلالتك، احترم جدك محمد، عيب والله يا ناس. هاي للمتابعين، هو ما اوضح له بس هاي لكم تقولون انت لا تتجاوز. عما انا مليت وخلص صبر وجزعت، هذا لا واصل له ولا جايبه بالطاري. صح هو بالاحزاب تيار عريض وواسع، شو اسوي له يعني؟ أنا قايل له هو غير، أنت عراقي ظل ولاءك للعراق، ليش ولاءك للخارج؟ ليش ولاءك للخارج للعراق؟ ليش ودك العراق يحترق؟ ليش؟ شنو السبب؟ فمن هاي من سب أمي وأبوي والله العظيم أنا فقدت صبري، فعذرا للمشاهدين وعذرا للمتابعين وعذرا لكل مشاهدين للمعلقين ما أقدر والله العظيم جزعت ومليت. شو اسوي له؟ ما ادري شو اسوي له. بالعباس اخر شيء اذا ما كف هم عندنا اسال الله وكذا زايعه ثانيه، بالعباس اوديه على واحد اخليه ينظر بعد ما نشر عليه، بس انا اعرف شو اسوي.